يعاني الكثير من زيادة الوزن المستمرة بالرغم من تجربة طرق كثيرة لتخفيف الوزن وممارسة الرياضة باستمرار واتباع الأنظمة الغذائية، إلا أن وزن الجسم لا يتغير بل حتى من الممكن أن يزيد، وقد تكون هذه الزيادة بسبب زيادة السوائل بالجسم. بنتكلم بتفاصيل أكثر أكيد عن هذا الموضوع مع ضيفتنا دكتورة ريما سلمان أخصائية التغذية. أهلا وسهلا بك يا دكتورة هلا فيكم، ريما. الله يحييكم. يا هلا فيكم. أنا أبغى نتكلم عن السوائل الزائدة بالجسم وكيف يتم تخزينها. أوكي، نعرف أن السوائل لها نوعين، إما حتكون سوائل جاية من الناحية الغذائية أو إنها حتكون سوائل عضوية. كيف يعني سوائل عضوية؟ يعني هناك مشاكل عضوية في الجسم تسبب احتباس هذه السوائل وزيادتها. تمام، خلينا نيجي بالتدريج. الشق الأول التغذية، مثلا الناس اللي هم على طول ماسكين الملح عمال على بطال، اوكي، ويزودوا اللي هو صوديوم كلورايد. معروف انه كميه الصوديوم الكثيره اللي احنا بناخذها في الغذاء ايش بتساعد؟ بتساعد على احتباس المياه في الجسم، ما بتخرجها. فبتحصلي الواحد مثلا الاكل مالح ولا ما هو مالح، اخذه عاده. في بعض في عمر معين لما يكون مثلا تقريبا في فتره المراهقه، فتره العشرينات، ممكن ما ياثر عليه. ولكن مع التغيرات الهرمونيه اللي بتصير في الجسم بتحصلي انه العاده هذه اللي صارت كانت معاه ولازمته بدات تاثر عليه، وبدا يصير عنده شيء اسمه الوذمه اللي هي إديمة، اللي هو احتباس السوائل في الجسم. احتباس السوائل في الجسم عشان نشوفه فين بيظهر عشان تعرفيه، في انواع منه. اول شيء في عندنا احتباس او الوذمه او الأديمة اللي هي موجوده في الاطراف، هي دائما بتلاحظيها اما في اليد او في الساق او في الكاحل من تحت. في عندك احتباس ثاني اللي هو في البطن، ترشيح في البطن. في عندك احتباس مختلف بنسميه هو احتباس على المفاصل، بيكون لما السوائل كثير تزيد على الركبه مثلا بتحصلي صار في عندك ستيف في المسلز او تصلب، ايش اسمها، التصلب في المفاصل بالعربي. ايوه. وفي عندك نوع من انواع السوائل اللي هو بيصير في الدماغ، اوكي، نفس الشيء بيأثر. ايوه بيأثر معاه، ده دائما بيصير بعد الحوادث، لا بعد الخبطات، بتسبب سكتات، اوقات الغيبوبه. ايوه، بتحصل في سوائل صارت تجمعت على الدماغ. تمام. احنا الشائع عندنا اللي هي السوائل اللي موجوده اما في البطن او موجوده في الاطراف. ولماذا هي شائعه؟ لانه في الطرف الغذائي وفي الطرف الناس اللي عندهم مشاكل في السكري، الناس اللي عندهم مثلا مشاكل قصور في القلب وعمل القلب، الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى، الناس اللي بيتناولوا ادويه كثيره مثل ادويه مضاده الاكتئاب، او مثلا الناس اللي عندهم مشاكل الضغط العالي وما بياخذوا الدواء مع المدرات البول علشان تضبط وما بيلتزموا بحميه غذائيه. فبتحصلي هم دول اكثر الناس عرضه ان هو بتصير مثلا، او الحامل مثلا مش بتصير في تغيرات هرمونيه في فتره الحمل. في الفترة هذه بتحصل الواحدة في الشهور الأخيرة بدأ وزنها يزيد، ولكن مش وزن بيبي، وزن سوائل. احنا بالنسبة لي كأخصائية تغذية لما تيجي عندي الكاستمرز او مثلا بسوي لها تقرير، بيكون عندنا باين هل هي عندها نقص في المياه او زياده في المياه. كيف نعرف الشيء ده؟ تعرفي كيف بشره البيبي، جلد البيبي كيف يكون؟ لما تشوفي كده منفوخ، اوكي، وتحصلي كده كانه في مويه، تيجي بتدخلي عشان تتست يور سيلف تعرفي هل هو فعلا شحمه ولا مويه. تمام؟ يبان. ايوه، تمسكي المكان اللي منفوخ عندك تخبطيه كده، تغرس اصبعك فيه، تمام، وتخليكي كده شويه ثواني بعدين تسيبيه. لو فعلا مويه حتاخذ فتره لين ما تطلع، لو انها فات والله ايش ما سويتي، اوكي حتطلع معك، حتطلع. تمام. فده تيست. او التيست الثاني، مثلا كنت نايمه على السرير الصباح وشفتي رجولك ما شاء الله رجولك رشيقه وانيقه، نزلتي الارض ومشيتي بعدها بشويه حصلتي انتفخت. وهذه بيصير دائما مع الحوامل على فكره اكثر، او الناس اللي عندهم مشاكل في الضغط ويعني ما هم مضبطين الادويه، او مثلا الناس اللي عندهم مشاكل قصور في عضله القلب، لانه مشكله الناس اللي عندهم في قصور في عضله القلب ايش بيصير في عندهم، او مشاكل في الرئه، بيصير عندهم تجمع السوائل الموجود في الرئه. اوكي، لما يكون عضله القلب ضعيفه. أشكال تجمع السوائل هذه مضرة جدا على الشخص. تمام، كيف نقدر نحن نتخلص منها؟ أوكي، أول شيء احنا قلنا في بارت كويس اللي هو التغذية. تمام. الناس اللي عندهم نقص في فيتامين B1 B6 B5 دول ناس أكثر عرضة علشان يصير عندهم مشاكل احتباس
سوائل نعم. في الجسم. فعلشان كذا احنا بنشوف الحميه وبنعمل التحاليل هذه، لما بنحصل الشخص مثلا ما عنده اي مشاكل عضويه نهائيا، لا عنده سكري ولا عنده ضغط ولا عنده مشاكل في الكلى ولا الكبد ولا 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 ولا، بنسوي هذه التحاليل بظهر عندنا انه هو منخفض بنعطيهم كمان مغنيسيوم. اوكي طبعا الشق الاولاني عشان الناس اللي يحبوا يشوف هذا موجود فين، موجود مثلا باء 1 وباء 6 وباء 5، موجود الخضروات الورقيه الخضراء، موجود عندك في الموز، موجود عندك في البطاطا الحلوه، موجود عندك في الجوافه. تمام. طبعا انا بس حابه استفسر على النقطه دي، ليه ممكن يكون في نقص في البي 1 عفوا باء 1 و6 و5؟ سوء تغذيه، بس ناس ما بياكلوا مثلا، الناس عايشين طول عمرهم بياكلوا بس جانك فود. طبعا. ما بياكلوا سلطه وخضار وفواكه. ناس ما بياكلوا مثلا كثير من الـ مثلا ما بيشكلوا في الحميه حقتهم. يعني الناس اللي هم يوني دايت اللي هم مثلا بياكلوا شيء واحد فقط لا غير، ما بينوعوا في الحميه حقتهم. تمام. او لو بيتناولوا نوع من انواع الادويه بتعيق من امتصاص هذه الفيتامينات في الجسم. فايش يقدروا ياكلوا؟ سبيشلي ان هم الناس دول مثلا، هو ايش هي انواع الفيتامينات باء واحد وباء كلها، هذه نسميها ووتر سولوبل فيتامينز، عارفه كيف؟ فانت بتحصلي انك اذا انت ما بتاخذيها زياده عن اللزوم بالطريقه الصح، مش زياده عن اللزوم يعني بالانس دايت، حميه متوازنه، تمام؟ بيصير في نقص عندك فيها. في عندك كمان المغنيسيوم، المغنيسيوم ليش مره مهم؟ بتاخذيه من المكسرات، بتاخذيه من انواع كثير مثلا من الجوز، بتاخذيه من الموز، بتاخذيه حتى البوتاسيوم، اوكي؟ يعني احنا دائما انا اي احد عنده ضغط بقول له مثلا خذ المنتجات اللي فيها بوتاسيوم عاليه، ليه؟ لانه البوتاسيوم بتخفض الصوديوم. اوكي في عمليه طرديه بينهم، فكده بتساعديها. فالمغنيسيوم كمان بيساعد عشان يصير، مش قلنا بيصير في تصلب المفاصل؟ صح. كمان بيوخرها. فهذه الاغذيه اللي حتساعد الشخص انه هو يخرج المويه. تيجي مثلا في ناس من الطرق الشعبيه اللي يجي يقولوا له نقلي ناكل بقدونس او نشرب مغذي بقدونس. صح. اوكي اذا تجمعت فعلا السوائل كثير فعلا بيساعد. ليه؟ لانه نفس الشيء غني بالمواد اللي انا قلت عليها هذه. فيعني طريقه عمليه. اذا علينا اجراء التحاليل، علينا ان احنا نعرف سبب وجود هذه السوائل المتراكمه في الجسم، علينا ان احنا نمارس المشي والرياضه، لانه المشي والرياضه حتخلينا ايش؟ نتعرق. مع التعرق ده نخرج السوائل المحبوسه في الجسم. شرب الماء sometimes الاشخاص بيفكروا عشان انا عندي احتباس في الماء ما اشرب، ممتاز انك هذا ما اشرب مويه، هذا اكبر غلط. اوكي اذا عندك احتباس في المويه اشربي مويه عشان تخرجي مويه. اوكي فهم بيقولوا لا بيخافوا من الشيء ده، لا بالعكس انت لازم تشربي مويه عشان تخرجي مويه. اوكي مين عنده هرج؟ طيب حاسه نفسي بمحاضره. دكتور انت شايفه الايام اللي احنا عايشينها هذه كلها انه على سريع سريع، طب مثلا في بنات ما عندها وقت ان هي تاكل، هل الملتي فيتامينز تساعد على هذه الاشياء تعوض؟ لا شيء يعوض عن الغذاء الطبيعي. يا سلام. نوتنج ولا اي شيء. طب مضطره. اوكي ما في شيء اسمه مضطر. انت مضطرة لازم يوم في حياتك. اوكي يعني انت مثلا يعني زي الحين شغل انا ما في وقت. لا بس في وقت بس اكلنا صحي يكون. أوكي. المفروض استني يا ريم استني شوي. ايوه تعالي قبل. اوكي لازم يكون في سيستم لحياتك ونظام لحياتك. صح. تمام زي ما يكون عندك وقت عشان انت تنجزي في شغلك اكثر، لازم يكون عندك وقت لتناول الوجبه اللي هي الوجبه اللي حتخليكي تعملي اداء احسن في شغلك. فموضوع الناس اللي اجنور وجبه مثلا فطور او غدا وبيجوا على معده فاضيه، تمام ضروري ان هم يعوضوا الشيء ده بعد ما يخلصوا بغذاء متوازن. يعني تكوني عارفه في مدرستك الوجبه اللي بعدها لازم يكون فيها شيء من الخضروات والفواكه، لازم يكون فيها شيء من البروتين. نعم. لازم يكون فيها شيء من الكربوهيدرات. معناها لازم توزني مهما اخذتي من الفيتامينات والمعادن. خليني بس اقول لك اياه، انت لازم جسمك يمتص 100%، تمام؟ لما انت بتاخذي السبلمنت دي جسمك حيمتص فقط 20% منها، وال 80% انكبت في الزباله لانها اتس ووتر سولبل فيتامينز، تمام؟ فانها خرجت، اوكي؟ وهذه فيتامينات ضروريه، ما هي زي الفيتامينات اللي احنا بنسميها الفيتامينات الدائبه في الدهون ادك اللي هي حتتخزن عندك في الكبد، تمام؟ فضروري جدا ان احنا ترى على فكره اودي انا بسمع كلام دكتوره ريم من اربع سنين. ايوه ورائعه ماشية يعني سمبتيك ما شاء الله. طيب دكتورة انت قلتي لازم ناكل وجبة صحية. بالضبط. طب الخضار اللي انا راح اوفرها راح تكون مطبوخة. ما راح تهيثها بالطبخ. اوكي إذا كثير من أنواع الخضروات لا تستحمل درجة على حرارة عالية، في أنواع من الخضار درجة الحرارة اللي عليها أو طبخها بتزيد من الفيتامينات والمعادن. مثال عندك البطاطا الحلوة فيها بيتا كاروتين اللي هو فيتامين A، لما تنطبخ بيزيد نسبتها فيها. عندك الطماطم فيه ليكوبين، أوكي لما بتنطبخ بيزيد فيها. حلو. تمام ولكن حلو. مثلا قولي لي مثلا الخضروات الورقية الخضراء لما تنطبخ حيقل نسبة فيتامين C. إذا عندك مثلا في الناس اللي هم بتناول مثلا التفاح بيسووا بطرق الطبخ ولا ده بيقلل منه. إذا في أنواع من الخضار والفواكه في طبخها تزيد الفيتامينات والمعادن بكميتها بالامتصاص، وفي أنواع تفقدها بأي طريقة، تعرضها للهواء، تعرضها للضوء، أوكي، وتعرضها للتقطيع.
احسن شيء الخضروات الورقيه الخضراء، عمركم ما تحطوا عليها سكينه نهائيا، تقطعيها بيدك. مجرد ما حطيتي معدن في الخضروات الفراغيه انت كسرتي كذا من التكوينة حقتها وقللتي من امتصاص المعادن فيها. والله حلوة هالمعلومة بالسارة. في على فكرة الحين في سكاكين خاصة بلاستيك. عملوها للشيء هذه بلاستيك وكذا تحصليها كأنها فيها، بس بعمليها كذا فيها ممتازة. فأهم شيء ما تحطوا معدن على يلا وإحنا ما تحلى الملوخية للمن بالضبط كشنا في الملوخية صح. دكتورة ريما يمكن آخر سؤال في هالفقرة، الطرق السليمة أنه إحنا نتخلص من السوائل الزائدة. أوكي زي ما ذكرت في البداية أن إحنا لازم نعرف سبب السوائل الزائدة. صحيح. إذا كانت نقص فيتامينات المعادن نعوض الفيتامينات والمعادن أوكي، إذا كان نقص شديد علينا أن إحنا نأخذ الغذاء الطبيعي مع الدوائي إذا كان النقص شديد، إذا كان بوردر لاين لا الغذاء الطبيعي لحاله وحده، علينا نحن نمارس الرياضة، علينا إن إحنا إذا في أي لخبطة في الأدوية تصير معنا نضبطها، يعني زي مثلا مرضى الضغط أوكي إذا هم ما بياخذوا مدرات البول نخليهم ياخذوا مدرات للبول، وعلينا إن إحنا دائما في بعض التمارين على فكرة كمان قبل ما تخلص ده الناس اللي بيوقفوا كثير اللي عندهم يعني ديوتي أو شغلهم دائما واقفين دي بتزود السوائل، فعليهم إن هم كل فترة يجلسوا ويرفعوا رجولهم لفوق علشان يساعدوا، عشان هي عبارة عن الدورة الدموية كلها بتساعد ان هي بتخرج السوائل منها. دكتور الساونا والبخار طيب الساونا والبخار بتساعد ان هي تخرج الموية السائدة في الجسم. جميل دكتورة ريما سلمان شكرا لك وشكرا لإطرائك هذه الفقرة كالعادة. الله يسلمكم يا هلا نورتينا. مشاهدينا مكملين معاكم باقي فقرات سيدتي لليوم، ولا تنسون تتفاعلون معنا على هاشتاق البرنامج هاشتاق برنامج سيدتي.